إيران توعدت بتوجيه ضربة كبيرة على العمق الإسرائيلي في حالة قامت إسرائيل فعلا بمهاجمة إيران. تفاصيل هذه المسألة أصبحت واضحة مما نشر خلال 24 ساعة الماضية عبر مصدر عسكري إيراني تحدث بشكل خاص لوكالة تسنيم. ما ذكره هذا المصدر أنه في حالة إسرائيل قامت بتوجيه ضربات باتجاه المواقع العسكرية الإيرانية فإن إيران ستوجه ردا وستنفذ ردا لن يكون متوقعا بالنسبة لإسرائيل، بل هو سيفوق التوقعات والحسابات الإسرائيلية، بمعنى آخر بأن هذه الضربات ستكون أكبر من كل الضربات التي شهدناها المباشرة من قبل إيران باتجاه إسرائيل. وكذلك في حالة اتجهت إسرائيل لمهاجمة المفاعلات النووية الإيرانية فإن إيران ستراجع سياساتها النووية، في إشارة إلى أن إيران قد تتخذ قرارا للوصول للقنبلة النووية في ظل تصاعد التهديدات في منطقة الشرق الأوسط، وهذه المرة بشكل مباشر تجاه هذه المفاعلات النووية. لا بل إن إسرائيل إذا ذهبت باتجاه استهداف وإلحاق الضرر بالبنى التحتية الخاصة بإيران فإن إيران لم تلتزم حتى هذه اللحظة ولم تقدم أي التزام بطبيعة توسع هذه المعركة وإلى أي درجة ممكن أن توسع إيران ضرباتها باتجاه إسرائيل. بمعنى آخر وبشكل واضح إلى أن إيران أيضا تهدد بالرد بالمثل لضرب البنى التحتية الخاصة بإسرائيل والتي تعتبر هي الأساس الوجودي لإسرائيل، أي أنها معركة ستكون هائلة وليست بالعادية أبدا. وتفاصيل هذه المسألة التي نتحدث عنها تأتي متزامنة مع تصريح قد شهدناه من قبل وزير الخارجية الإيراني يوم أمس الذي قال حددنا جميع أهدافنا في إسرائيل وإذا هاجمتنا سنرد بالمثل ونقصف هذه الأهداف. كذلك أن إيران اتجهت لتشتكي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتبلغها ببساطة بأنها قلقة تماما ونحن نريد الشكوى وأن نشتكي حول التهديدات الإسرائيلية باتجاه المفاعلات النووية لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تصعيد خطير للغاية. وهذه التحركات الإيرانية التي نتحدث عنها بأكملها هي تأتي بعد تسريب خطير لوثائق عالية السرية تابعة للاستخبارات الأمريكية نشرت على القنوات التليجرام التابعة للحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المقربة من إيران والتي تحدثت بشكل واضح على أن إسرائيل تنفذ العديد من التدريبات تقريبا من التدريبات الكبيرة وتستعد بشكل سري لتوجيه ضربات هائلة على العمق الإيراني. لا بل إن الأمر ازداد سوءا مع استهداف حزب الله اللبناني لبيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطائرة مسيرة من نوع صياد 107 التي هي في الأساس من صناعة إيرانية. وإسرائيل اتهمت إيران بأنها هي التي أعطت الأوامر لحزب الله اللبناني يطلق هذه الطائرات المسيرة باتجاه هذا المنزل انتقاما ليحيى السنوار. وقناة أنا 12 العبرية كانت قد ذكرت بشكل واضح بأن الضربة الآن أصبحت أكبر مما كان مخطط له بسبب عملية استهداف بيت نتنياهو. كذلك أن إيران ترى تماما طبيعة الشحنات العسكرية السرية الخاصة بالولايات المتحدة التي تصل لإسرائيل بطائرات C-17A طائرات الشحن الأمريكية المعروفة. كل هذه الطائرات كما تلاحظون منذ 14 من أكتوبر حتى 20 من أكتوبر كلها من C-17A ووصلت إلى قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية وهي موطن والقاعدة المهمة لطائرات F-35 الشبح. أكثر من 20 طائرة وصلت لهذه القاعدة وهذه هي الطائرة 26 التي وصلت إلى قاعدة نيفاتيم، نفس الطائرة طائرة C-17A، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة التي وصلت اليوم كما تلاحظون هنا من خلال تسجيلات الفلايت رايدار 24. كذلك أن هنالك لقطات وضحت من داخل إسرائيل طبعا من صحراء النقب منظومة الثاد، منظومة جديدة للثاد وهي تتحرك باتجاه مواقعها من أجل الاستعداد لمواجهة أي هجوم صاروخي ممكن أن تتعرض له إسرائيل. وسبق وأن شهدنا الأسبوع الماضي صورة أخرى من نفس هذا الموقع تماما لمنظومة ثاد أخرى. هنالك عدد من المنظومات التي وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل من منظومات الثاد، لم يتم تحديد هذه المسألة بشكل رسمي لكن هذه على الأقل نحن أمام منظومتين وبطاريتين من الثاد هي التي كانت قد وصلت إلى إسرائيل. لا بل أن وزارة الدفاع الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين أكدوا بأن الآن المنظومات الدفاعية منظومات الثاد أصبحت فعالة وجاهزة لمواجهة أي تهديد ممكن أن تتعرض له إسرائيل. وكذلك مصدر إسرائيلي ومسؤول إسرائيلي تحدث لقناة الحرة وقال بأن دول خليجية الآن
تؤيد الضربة الإسرائيلية باتجاه إيران، وطلبت من إسرائيل أن تعطي إنذارا مبكرا لها لدول الخليج العربي في حالة قامت إيران بأي رد فعل كبير، ليس فقط باتجاه إسرائيل وإنما باتجاه دول الخليج العربي. واضح جدا هنا أن التحركات الإيرانية والتهديدات، تصريحات وزير الخارجية الإيراني وكل التفاصيل التي تحدثنا عنها هي من أجل إبعاد الخطر قدر الإمكان عن المفاعلات النووية، تحجيم الهجوم الإسرائيلي قدر الإمكان، مستغلة بأننا على بعد ما يقرب 14 يوما فقط من الانتخابات الأمريكية، والحزب الديمقراطي آخر ما يريده الآن أن تكون هنالك ضربة كبيرة من إسرائيل تؤدي إلى ردة فعل إيرانية كبيرة ممكن أن تضر بحظوظ كامالا هاريس في مواجهة دونالد ترامب، وأن تكون هذه المسألة مفيدة تماما لدونالد ترامب، وبالتالي الولايات المتحدة قادرة على تحجيم هذا الهجوم والضغط على إسرائيل، وهذا هو الرهان الإيراني الواضح من كل هذه المسألة. وكذلك يبدو بأن إيران أيضا تريد توزيع الجبهات، تنويع الجبهات، تشتيت الجبهات على إسرائيل قدر الإمكان من أجل حماية ودعم حزب الله اللبناني الذي يتعرض للكثير والكثير من الضغوط. الآن إسرائيل بدأت تهاجم جمعية مؤسسة القرض الحسن بشكل مكثف، بدأت هذه المسألة ليلة يوم أمس، وهذه الجمعية تعتبر هي الذراع الاقتصادية الأساسية لحزب الله اللبناني. هذه الجمعية أساسا كانت قد تأسست في عام 1983 بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982، وتم إعطاء الرخصة لهذه الجمعية الغير حكومية من قبل وزارة الداخلية اللبنانية في عام 1987. وطبعا هي الجمعية عندما تأسست واستمرت بعملها هي من أجل توفير القروض الحسنة، هي جمعية طبعا غير ربحية وتوفر القروض إن كانت قروض سكنية أو أي قروض للزواج أو غيرها لجميع اللبنانيين بشكل عام. وأن هذه الجمعية لديها 31 فرعا موجودة في بيروت جنوب لبنان وكذلك باتجاه البقاع، لكنها معاقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أن هذه الجمعية كما تحدثنا هي تعتبر المصرف الرئيسي، البنك الرئيسي لحزب الله اللبناني، حيث أنها توفر الرواتب لحزب الله، البنى التحتية، شراء الأسلحة لحزب الله اللبناني، وكذلك هي تخزن العملة الصعبة التي تحتاجها لبنان وتحتاجها الحكومة اللبنانية من أجل الحفاظ على قدرتها وعلى إمكانياتها وعلى قوة حزب الله مهما تدهور الوضع الاقتصادي الموجود في لبنان. وهذا هو الذي دفع في نهاية المطاف الآن إسرائيل لمهاجمة الأموال الخاصة بحزب الله اللبناني، وظهر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليحذر المدنيين، وجاءت إنذارات طبعا بطبيعة المواقع التي بدأت تخطط إسرائيل لاستهدافها، وقالوا بأنها نقاط لتمويل حزب الله اللبناني. وهذه النقاط التي رأيناها بشكل عام وبشكل مختصر هي منتشرة بهذه الطريقة في بيروت، في جنوب بيروت تحديدا في الضاحية الجنوبية، بعض هذه النقاط لاحظ بأنها قريبة من مطار رفيق الحريري، هذا بنك أهداف آخر وضعته إسرائيل أساسا من أجل استهدافه ليلة يوم أمس. وهذه النقاط والإنذارات لم تكن فقط متجهة باتجاه بيروت، لا أبدا، بل إنها كانت باتجاه جنوب لبنان وباتجاه البقاع، كل الأفرع الخاصة بهذه الجمعية هي كانت مستهدفة تماما. وهذه كانت هي اللقطات، لاحظ الضربات قريبة للغاية من مطار رفيق الحريري كما نلاحظ، وكذلك بعض الضربات ظهرت فيها المؤسسة ومباني هذه المؤسسة وهي تنهار بهذه الطريقة، ضربات هائلة للغاية اشتعلت تماما هذه الجمعية وهذه المؤسسة المهمة التي يعتمد عليها حزب الله اللبناني كثيرا في عمليات التمويل. كذلك أن تقريبا 20,000 جندي إسرائيلي أصبحوا داخل جنوب لبنان بعدد من الألوية من قبل 4 فرق هي المشتركة في هذه المعركة في جنوب لبنان، كما أشار طبعا لبنان يونت تراكر. وهنا بدأت إسرائيل بتدمير المزيد، وهي تدمر المزيد من الأنفاق الخاصة بحزب الله اللبناني في جنوب لبنان. على سبيل المثال هنا نلاحظ هذه المنطقة بتحديدها، هنالك طريق مميز كما نلاحظ في هذه النقطة، هنالك أنفاق، وهذه المنطقة باتجاه ميس الجبل كما نلاحظ إلى شمال غرب ميس الجبل، وسنلاحظ هذه المسألة بالأقمار الصناعية. طبعا إسرائيل قامت خلال 48 ساعة الماضية بتدمير الأنفاق الموجودة في هذه المنطقة كما نلاحظ بهذه الطريقة، هو
التفخيخ. وإذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي سنرى فعلا أنها تأتي باتجاه ميس الجبل وكذلك إلى شمال شرق بليدة. هذه هي المنطقة بالضبط التي كانت قد انفجرت أمامنا بهذا المقطع المصور. تلاحظ هذا هو بالضبط نفس الطريق الذي رأيناه قبل قليل، وكذلك أيضا أن هنالك نقطة قريبة بنفس الاتجاه إلى الغرب منها أيضا إسرائيل قامت بتدمير النفق الموجود هنا في هذه المنطقة في 16 من أكتوبر، أي قبل أيام قليلة نفس هذه الصورة ظهرت بهذه الطريقة وتم تدمير الأنفاق الموجودة في داخل هذه المنطقة. طبعا إسرائيل تدخل القوات تفخخ هذه الأنفاق وثم تنسحب وتقوم بتفجيرها في نهاية المطاف بهذه الطريقة طبعا التي نراها. وكذلك أن هنالك نقاطا أخرى مثل هذه النقطة التي يعتبر أو الذي يعتبر مقرا أو معسكرا حتى لحزب الله اللبناني في بليدة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، أيضا إسرائيل قامت بتدميره. نلاحظ بأننا أمام عدد من المباني هنا 1، 2، 3 وهذا المبنى الرابع وهذا المبنى الخامس مع هذه المنطقة المرتفعة. أيضا إسرائيل تفخخ مثل هذه المباني ومثل هذه المقار لتدمرها بالكامل. ونلاحظ إذا ما عدنا إلى القمر الصناعي مرة أخرى فسنجد بأنها فعلا تأتي باتجاه بليدة، وسنلاحظ أن هنالك وهذا هو نفس المبنى بالضبط الذي كان قد استهدف، وهذه المباني لم تعد موجودة بعد هذه الضربة. 1، 2، 3 وهذا هو المبنى الرابع والخامس وهذه هي المنطقة المرتفعة. بالتالي هذه المنطقة أيضا دمرت من قبل الجانب الإسرائيلي. باختصار أن الجانب الإسرائيلي بحسب ليبانون يونت تراكر يوضح بأن القوات الإسرائيلية تقتحم على مسافة تفخخ تضبط الأنفاق تضبط كل ما هو موجود من أسلحة وتنسحب وتدمرها في نهاية المطاف. هذه الصورة الآن والسيطرة الإسرائيلية هي بهذا الشكل. إسرائيل طبعا انسحبت من بليدة وعززت القدرات باتجاه ميس الجبل كما نلاحظ، والتقدم الذي وصلت له القوات الإسرائيلية تقريبا 2.6 كيلومتر. المرحلة الأولى هي 3 كيلومتر بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وهذه المنطقة خالية من تواجد حزب الله اللبناني. وبالنسبة لإسرائيل تفخخ كما تحدث قبل قليل كذلك أيضا باتجاه نهر أو النهر الليطاني أيضا من هذه أو من الجليل الأعلى. ستلاحظ بأن هنالك كان هنالك أيضا تقدما باتجاه هذه المناطق باتجاه النهر الليطاني. هي مسألة خطيرة للغاية بالنسبة لإسرائيل. وكذلك اليوم ظهرت بعض الدبابات الإسرائيلية وهي تدخل إلى عيت الشعب أو في محيط عيت الشعب بهذه الطريقة. بالتالي نحن أمام ظروف فعلا استثنائية وكبيرة بالنسبة لإسرائيل، ولكن أيضا التهديدات الإيرانية هي ليست عادية أبدا. هي تحاول إسناد حزب الله اللبناني إبعاد الخطر عن المفاعلات النووية قدر الإمكان ومحاولة تحقيق ردع ضد إسرائيل.